مشاهدي نايل لايف وشبكة ان تي ان، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وان شاء الله يعني ما اعرفش اذا هيكون نهارنا سعيد قوي ولا لا، مش عايز ابقى كئيب على الصبح يعني، بس اعتقد ان الاحداث مخلينا كلنا لسه مترقبين، فممكن يكون نهارنا مترقب، ده ممكن يكون التعبير الوحيد يعني. هنكون اكيد بنتابع اهم الاحداث اللي بتحصل ثانية بثانية، واكيد هنتابع برضو تطورات هذه الاحداث علشان نشوف هنطلع من اللي احنا فيه ده ازاي. صباح الخير يا مي، صباح الخير يا صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا زينة. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا مرة تانية. وزي ما الشريف قال لسه الأحداث مستمرة أمام مجلس الوزراء، وأيام صعبة على كل المصريين. النهاردة هنحاول نتكلم على تحليل عام للأحداث واللي بيحصل مع أستاذ محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان. مرة تانية بصبح على كل السادة المشاهدين، وخلينا نقول إن احنا بنقدم تعازينا للشهداء، وفي نفس الوقت ما عندناش غير ان احنا ندعي ربنا دلوقتي ان يفك الكرب ده عن مصر، وان احنا نخرج من اللي احنا فيه، لان دم كتر قوي 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 قوي. يعني في جيلي انا دلوقتي كنت بقعد اقول انه الجيش مؤسسة عريقة جدا، و يعني ما حد، انا هجيبها من ناحية ايموشنال سنة عشان كده شوية، بس عاطفية. فكرة ان لما الصغير بيغلط الكبير بيحتويه، فما بقاش هو ده رد الفعل اللي احنا كنا متوقعينه في يوم من الايام، ان ده يحصل. نجيش مؤسسة عريقة وبالنسبة لنا زي أهالينا، فما الواحد يغلط ما بيبقاش رد الفعل قوي كده يعني. عشان كانت كل المشاهد اللي احنا شفناها بقالنا يومين مشاهد حزينة، سواء للشعب المصري أو سواء للجيش المصري، فيعني بيتهيألي الموضوع صعب شوية. مؤسستنا كمان ومؤثر جدا، ومكتب المجمع العلمي يعني. بالظبط. هروح فين ولا هنركز منين ولا بجد يعني، يعني مفيش تعليق. مفيش تعليق. أنا حتى بقالي يومين كل ما حد يتكلم أقول له لا تعليق. طيب خلينا عندنا حتى الكلام يعني. بالظبط، ما هي دي الفكره. فعشان كده الحاجه الوحيده ان احنا بندعي ربنا ان هو يفك الكرب عن مصر تماما. خلينا نقول ان احنا عندنا فقره النهارده عن ازمه العيش وعن ازمه القمح، وهيكون معانا مخزون القمح، انا اسفه، وهيكون معانا عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز بالغرفه التجاريه. صحيح. هيكون معانا فقرات كثيره جدا مشاهدينا، هنروح لفاصل ونبدا على طول مع الصحافه. هيكون معانا مي، خليكم معانا.